السلام ومرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بغسات بنينه على الاخر تصلح الفطور الصباح، القهوه في العشيه، بشكوتو بالبرتقال، سورتو توا وقت البرتقال بنه. اش باش نحكي لكم، نودكم ومنشهيكم. انا خذيت كعبتين برتقال قشرتهم، نحيت لهم القلوب نتاعهم باش نرحيوهم. تجم تستعمل الميكسور وبو اللي متوفر عندك. انا الساهل قدامي نجبدو ونخدم بيه الحقيقة، وديجا اللي زباري اللي عندي هذوما المانويل سهلين على الاخر وبخاتيك الحقيقة، ما يقلقوش. فلا توا باش ناخذو من الجو نتاع الكعبتين البرتقال، باش ناخذو منهم 150 مليليتر. باش نبداو بسم الله. كعبتين عظم، 220 غرام سكر، ساشي سكر فاني نكهة الزهر، بالفوي باش نخلطوهم بالقدا بالقدا لين يذوبك السكر، هلا توا باش نزيدو 100 مليليتر زيت، زيت نباتي ولا زيت زيتونة اللي متوفر عندك، تخلط مليح كيف كيف. باش نزيدو الجو تاع كعبتين البرتقال، فما شكون يحط القشور، انا بالقشور انا ما نحطهمش الحقيقة خاطر يمرروا البسكوي. توا باش ناخذو كعبة برتقال وباش ناخذو الزيت نتاعها، واذا كان عندك برتقال شايح تنجم متاخو مغرفة صغيرة من البودر نتاع البرتقال، هكا بعد ما يشيح ترحيه وتحط منه مغرفة صغيرة. فوالا توا باش نزيدو الفارينة بشوية بشوية. لهنا استعملت 650 غرام فارينة، بالطبيعة لهنا انتي والفارينة المتوفرة عندك. 650 غرام فارينة عليهم ساشي ونص خميرة حلويات، يعني ما يقارب 15 غرام. هلا هذه الخميرة نحركو من اللول شوية بالفوي لين تدخل الفارينة شوية في الخليط، توا باش نستعملو دينا ونبداو نخلطو بشوية، نخلطو بصوابع يدينا مننا ما نعجنوش، ردوا بينا لهنا. من الاول انا راني استعملت 500 غرام، ما كفيتش، زدت من بعد 150 غرام فرينه. تنوريكم تكستور اللي لازم تتحصلوا عليها في الاخر، تكون تتلصق شويه مي ما تكونش معناها جيريه ولا تلصق برشا في اليدين. فوالا هذه النتيجه لازم تتحصلوا عليها كما تشوفوا. وتوا باش نبداو في تشكيل البشكوت نتاعنا. ندهنوا البلون دو طرافاي نتاعنا بشويه زيت ونخليوها على جنب اذا كان نستحقوه تلصقنا ولا حاجه هاكا نستعملوه. تو باش ناخذوا بالكعبوره ونحلوا بودان بالطريقه اللي تشوفوا فيها، تحب تعمل هكا بودان جويد والا تعملوا خشين انت واختيارك بالطبيعه. هنا انا هذه ليبيسور اللي عملته كما تشوفوا، وتستوي هكا باش يجيوك مستويين. قيس بالكعبة بالكعبة وتاخذ طبق الفور تحط عليه بابي كويسون وتحط الكعبات نتاعك. تنوريكم من بعد كيفاه النتيجة. ماذا بيك الكعبات تحطهم لاصقين شوية لبعضهم خاطر هي في الفور مش تتحل باش ما تتفرتحش هكا ويجي منظرها خايب. دونك ماذا بيكم تلصقوا الكعبات لبعضهم باش كي تتحل تقعد كمام باهية، معناها ما تجيش خشينة برشا. فوالا ناخذوا توا الكعبورة الثانية، نحلوا بودان كالعادة هكا. كان تلاحظوا ما استعملتش الزيت، سافا معناها جات مريقله. ونقسموا كعيباتنا بالكبر وبالطول اللي نحبوا عليه بالطبيعه. هلا هكا كيفاش تحطهم في الطبق وتكمل. 200 سهله وبسيطه، نصيف ساعه يحضر بنين على الاخر ويعاون برشا برشا في فطور الصباح سورتو للصغيرات وللكبار بطبيعة.
ديما ماذا بينا في وقت البرتقال نستغلوا الفرصه هكا باش نعملوا بيه حويجات فيها فيتامين سي والكل حوايج صحيه وبنينه. فوالا هذه النتيجه كما تشوفوا كيف حطيتهم هكا قراب لبعضهم. باش ناخذوا الاصفر نتاع كعب عظم مغرفه حليب نركضوهم مع بعضهم وبالفوشه ندهنوا البشكوت نتاعنا الكل من الفوق. وطبيعه لهنا باش نحلوا الفور على 180 درجه كالعاده من الفوق ومن اللوطة ونتفقتوه ديما وردوا بينا لهنا خاطر راه يطيب في ساعه ما يقعدش ميم با 15 مينوت يطيب وانتي والفور نتاعك بطبيعه ديما تتفقت. فوالا توا كملنا دهنا البشكوت نتاعنا الكل باش ناخذوا توا الجلجلين ورشوا عليه جلجلين. واذا كان عندك لوز مهروش ولا بيستاش ولا تحب انت في رويسيك نجم زاده ترش بيه من فوق البشكوت. انا استعملت كان الجلجلين الحقيقه نحطوهم توا في الفور وهذه النتيجة ما شاء الله. الريحة فيحة في الدار باش نحكي لكم ريحة البشكوت وهكا وكل البرتقال بنا نودكم وما نشهيكم. باش نقصوه هو سخون وما راهو بوني دي للفطور الصباح الحقيقة مع القهيوة على الاخر بنين. هذه الكعيبة كما تشوفوا ما شاء الله هشوش هكا باش نحكي لكم. لا ان شاء الله تكون الفكره اليوم عجبتكم جربوها ما تندموش. نستنى لي كومونتير نتاعكم. ابوني على شين يوتيوب لايك على الفيديو. مرحبا بكم الناس الكل وصحه وبالشفاء.